الطريقتين الاساسيتين جدا اللي هما اناليتيكال ميثودز اللي انا بعمل بيهم استيميشن للريسك، هما حاجه اسمها الفيلير مود افكت اناليسيس زي ما كنت بقول، وفي الفولت تري اناليسيس. واحده فيهم اللي هي الفيميا بتبقى حاجه اسمها بوتوم اب ابروتش. اللي بيحصل فيها ان انا باجي انا ومجموعه من المهندسين ومجموعه من الاطباء ومجموعه من الفنيين ومجموعه من الناس اللي هم ليهم ديفرنت باك جراوندز، ليهم علاقه بالجهاز ده، بيستعملوه قبل كده او اشتركوا في تصميمه او ليهم علاقه بيه بشكل ما، من الناحيه الهندسيه، من ناحيه السيرفيس، من ناحيه المينتنس، من ناحيه الاوبريشن، من ناحيه اللي هو كلينيكال يوز. الحاجات دي كلها تبقى السبيشالتيز دي كلها تكون موجوده في الاوضه، اوكي، في المكان اللي هنتكلم فيه، ونعمل برين ستورمنج. برين ستورمنج يعني كل واحد بيبتدي يفكر كده في افكار، يفكر في سيناريوز ممكن منها يحصل هازارد، اوكي. بنبتدي من تحت، بنبتدي من ان انا دلوقتي من اول خالص الفانكشناليتيز الاساسيه خالص او الاجزاء المختلفه في الجهاز اللي ممكن يحصل نتيجه للفيلير بتاعها، اوكي. ونبتدي نطلع بعد كده نبيلد اب لغايه فوق خالص، لغايه لما نوصل لغايه الايه، اقصى حاجه ممكن توصل تبقى ايه، اوكي. وكل واحده فيهم بنقول انها تقريبا بتبقى كذا، اوكي. يعني بيبقى في يعني الناس بتتناقش تقول دي ممكن تحصل بنسبه كذا وممكن تحصل، يعني كل ما يعني نشوف مثلا لو في عندي كومبوننت معينه بتفيل مثلا، يعني والكومبوننت فيلير ده ممكن ان هو يسبب لليوزر يعني ان هو يعمل حاجه خطا مثلا. فمعنى كده ان انا بتكلم على ان انا ببتدي مثلا اشوف اذا كان لها ارقام محدده بالنسبه للفيلير ريت باخدها في اعتباري. انا لو ما كانش المجموعه اللي قاعده اللي بتعمل برين ستورمنج دي بتبتدي تحاول تستيميت كده البروبابيلتي دي تكون بتساوي كام، اللي هي الفريكوانسي بتاع الهازارد ده بتساوي كام. العكس بقى بيحصل في الفول تري اناليسيس، ان انا بتكلم على توب ليفل هازاردز فيرست، وبنسمع حاجه اسمها توب داون ابروتش. يعني بمعنى مثلا لو انا بتكلم على دلوقتي حاجه ممكن تعمل لي فيتاليتي، يعني حاجه ممكن تعمل فيتال كونسيكونس لاستعمال الجهاز، يعني ممكن يحدث نتيجتها خطر على حياه المريض. ببتدي من ان انا بقول دلوقتي في خطر على حياه المريض، ان هو ممكن يتكهرب مثلا، كويس. نشوف بقى ايه كل الحاجات اللي في المكنه اللي ممكن تعمل كهرباء. نبتدي بقى ننزل تحت كده بتري، يعني نعمل كومبريهنسيف فول تري كده، بحيث ان نشوف كل الحاجات اللي ممكن تعمل الخطر الاولاني اللي هو التوب ليفل هازارد اللي المفروض بتكلم عليه دوت، وبنزل منها بقى اجيب كل الحاجات اللي تحت دي المفروض تبقى فيها ايه بالظبط، اوكي. فهي واحده فيهم بتبني الاستيميشن والبرايورتيز بتاعت الريسكس موجوده من تحت خالص من الكومبوننتس ممكن تعمل ايه، والتانية بتعمل الخطر ده ممكن يجي منين، اوكي. فطبعا دو ديفرنت ابروتشز، وطبعا ممكن ناس تعمل دي او دي، وطبعا زي ما بقول هما الاتنين برضو مهما كانوا ما يغنوش عن اليوزابيليتي تيستنج. ان انا اليوزابيليتي تيستنج دي بتطلع لي حاجات ممكن ما اشوفهاش قبل، ما اشوفهاش في المرحله اللي هي الاناليسيس، اوكي. وفي حاجات كمان اكشوالي لو انا عملت يوزابيليتي تيستنج طبعا عمرها ما هتكون يعني هستعمل مثلا مليون يوزر مثلا، لا ده انا هستعمل مثلا عدد محدود. فديفنتلي في حاجات في البوست ماركت بيطلع لنا منها نتائج او بيطلع لنا منها معلومات ممكن ان هي كمان تحسن لنا الاستيميشن والبريوريتيزيشن بتاع الريسك اللي موجود عندنا في الايه في الجهاز بتاعنا.